دكتور المرزوقي يحكي على أساس أنه ما عادش ثم مجال للبحث عن حوار أو عن خطط تاريخ، يقول أنه لابد من استقالته أو إقالته لإيقاظ البلاد. طبعا هذا عمل إجراءات اللي هي مخالفة للدستور، ضرب بها الدولة في الصميم وهز البلاد للهاوية والإفلاس، وضرب لنا علاقاتنا الدولية مع كل شركائنا. هذا يلزم يتحمل مسؤوليته. ثم حاجة اسمها مسؤولية سياسية، والمسؤولية السياسية في الحالة هذه هو يعني رئيس دولة يخسر انتخابات في الحزب ويخسر انتخابات يستقيل، فما بالك يبرك البلاد بالطريقة هذه. وطبعا أنا مساند يعني دعوة الرئيس دكتور مصطفى مرزوقي، ونقول اللي هذا هو اللي يلزمه يصير ويلزمه يستقيل باش نجم ننقذوا البلاد. ما كانش راهو الوضع ماشي الأسوأ، وإن شاء الله أنا نقول الحمد لله في تونس الكلنا يعني من معناها الكلنا متجانسين، ما عندناش لا طوائف لا عندنا يعني اعراق لا عندنا حتى شيء اللي باش تولي معناها كل واحد يعني يفكر في المصلحه نتاع القبيله نتاعه ولا نتاع الديانه نتاعه ولا الطائفه نتاعه، ويولي معناها تولي حروب اهليه. احنا ما نشمشوا لذايا، احنا ضد العنف وضد معناها كل يعني تفرقه بين التوانسة، لكن لابد انه الانقلاب هذا يتحمل مسؤوليته ويخلي مكانه، وان شاء الله التوانسة يعرفوا سيف المحاماة.